أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه المنطقة، منطقة النخيلة، مديرية الدريهمي، محافظة الحديدة. أستاذ كمال، هذه المنطقة بايش تشتهر؟ منتجعات سياحية، زراعة النخيل، التمور بأشكاله وأنواعه المختلفة، كما كلمنا واحد من أبناء المنطقة. على العموم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكون الحلقة اليوم مميزة وجميلة ورائعة كما عودناكم. نبدأ فقرتنا الأولى وفقرة ممثل لأول مرة، فتابعونا. ممثل لأول مرة. تابعت رمضان الكاميرا في الريف؟ يعني بتتابعوا هنا؟ ايوه. في العشاش معاكم تلفزيون؟ ايوه. في متابعين برامج السعيدة كل الألوان، معنا فقرة ممثل لأول مرة. تابعتها؟ ايش المشهد؟ يعني تابعت، انت عارف الفكرة. تابعت، ايوه. طيب المشهد انت بتشوفها الآن، بمثلها انا وزميلي خالد ومحمد، وبعدين تطبق مثله، بيكون جوائز. نستعد؟ مستعد وعلى طول. يعني أثبت وجودك؟ مستعد. زميلي خالد، الحمد لله الآن وجدت الممثل اللي بيمثل الدور معي، نشوفك. أبحث عن ممثل ينافس ممثل كمال، تابعونا. فقرة تمثل لأول مرة. نعم. أتشات تمثل معي على طول. طيب على طول هكذا تمثل معك؟ تمثل معي؟ أيوة. فقرة تمثل لأول مرة. شو مثل فقرة أول مرة؟ المركز الأول 20,000 على طول، والمركز الثاني 10,000. يا مرحبا. أنت هتخذ المركز الأول ولا الثاني؟ ليش يكون الأول ولا الثاني؟ ليش صبار؟ أنا الشي عزيمة عندك. الأول. 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 أعزائي المشاهدين، تابعوا. احنا الان بنأدي المشهد. تعجب؟ تعجبوا علينا، وبعدين تأدوا المشهد صح. ايوة. زميلي بتفوز. ايه. وانت؟ سأفوز. يلا تصفيق لهم. الله والنبي على هذا الوضع. السلام عليكم. سلام رحمة الله. كيف حالك؟ كيف أنت؟ أبو سعد. أنا أبو سعد. الله ذا سعد ما ينفع ما علم صندل. قصة الصندل وسعد لقد وصلت إلى كل أرجاء البلاد في هذه القرية. من أنت؟ أنا الأخصائي الاجتماعي في المدرسة الذي فيها سعد. أخصائي اجتماعي ما؟ نعم. وش الأخصائي الاجتماعي؟ الذي يدرس نفسية الولد. لقد رأيت من خلال نقاشي مع الولد أنه يعاني من انفصام في الشخصية، والسبب هو الصندل. أقعد تفضل. نقعد. أيوة أستاذ. يقال أن قصة الصندل انتشرت، فكلما يعمل الولد شيئا تخلص الصندل وتخلص جلده، وهذا غلط. ذا ما ينفع ما علم صندل. في أساليب أخرى من أساليب التربية الحديثة، وهو أسلوب التحفيز. مهم تربية حديثة. التربية الحديثة يعني الضرب ممنوع، ويجب أن تتعامل مع ابنك بالرفق واللين. يعني الصندل تلغيه من 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 التربية. يا مخصاصي اجتماعي. مخصاصي اجتماعي. ايه. ذا في ناس ينفع معهم دي الطريقة حقا. لكن ابني أنا سعد ما ينفع معلم صندل. اسمعني، من الآن جرب هذه الأسلوب وهذه الطريقة التي سأعطيها لك. تفضل. عندما يأتي إليك الولد، yeah. بادر أنت وقول له: هل تعرف القمر؟ القمر؟ سيقول لك: نعم يا أبتي. تقول له: أنت جميل مثل القمر، yeah. أخلاقك تفوق مستوى القمر في الارتفاع. هو yeah. سيتفاعل. yeah. بادر إليه بسؤال: هل تعرف الورد؟ سيقول لك: نعم. أخلاقك مثل الورد، ستنطلق الأشياء التي بداخله
وسيشعر وستكون الأب والابن محبة أخوة. ما رأيك بهذه الطريقة؟ الله يسعدكم، الله يرزقكم، الله يهلك أعداءكم، الله يقضي حاجتك. اسمع مثل ما بنقول لك، الصندل الغي. يلا خلاص أنا بطبق من اليوم. والصندل ممنوع. الصندل ممنوع. نعم. ذي طريقة حديثة. في التربية الحديثة. أنت مخصص اجتماعي. اجتماعي. طيب تفضل أشربك شاي. على الخرجة. ياه. في أمان الله. أهم شيء التربية الحديثة والصندل ممنوع. في أمان الله. مع السلامة. سعد. ودعتك الله. ودعتك الله. أنت تربية حديثة. ماذا دار التربية الحديثة؟ حول ولا قوة إلا بالله. يا بنا باجي. تعال 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 يا سعد. بتشاء. تعال. كيف حالك وابني؟ الحمد لله. أشتي أسألك سؤال لو سمحت. أشرح دحين أنا ما أناش فاضي. طيب يا ابني لحظة. لحظة. أشياء أخبرك بخبره. تعرف أم قمر اللي تطلع في السماء؟ ما هو؟ أم قمر اللي تطلع في السماء؟ الحين فارح بكبرك أنت؟ فارح بكبرك ما تستعيش على شبتك؟ تقول لي أعرف القمر اللي في السماء؟ هبال أنا؟ لا 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 صمت؟ إلا ما هو أنا؟ تتمزح بمنك؟ لك يمر منك خاوي؟ واجيت مهبل لي آخر عمره؟ الله ما طب لك واروح. شو هيكولي أنا شو هبكولي؟ دام خصاصة اجتماعي. يلا ها. طيب يا ابني. ما تشيء. تعرف تلك موردة محمرة مفتحة؟ مالك؟ موردة مفتحة الحمراء. ايوه مال هذي؟ لا لا ما اعرفهاش. ولا هي قدامي دحين. ولا هي مفتحة. انا عمي. ربي خلق انا عمي كذا. ما خبره؟ قصيت حالي. يه يه معي خبره. ما هو ذا؟ تعال تعال هنا. فكري. تعال هنا. تعرف مصندل؟ مصندل. مصندل؟ ايه. مصندل ايه سمعت به بس انا ما سمعت به؟ يا ما اعرفهاش. لكن اليوم بتشوفها مصندل حقكم اليوم. تابعتوا المشهد؟ ها؟ تابعين. يلا من عبدا اول واحد؟ عبدا صاحبك. يلا تصفيق للممثل الاول. حول ولا قوة. اوف يا بنا بايكم اي املوا. تعال يا اسد تعال عشان في خباره. ما هي تعرف يا سعد ابني القمر؟ القمر ايه اللي يطلع في السماء. وحد يا ابا ما اعرف شي القمر؟ انت هبل يا ابا وشكلك عجز تخرم. ما حد يعرف القمر. انا قلت له هذا الانخصاص اجتماعي. طيب يا سعد تعرف ام ورده هتيك محمره مفتحه؟ ام ورده؟ ياه يا ابا مالك انت اليوم؟ ما تعرفش الورد؟ كل الناس تعرف الورد. ما هو ذا الخبر معك؟ طيب يا سعد اشك في خباره ثالثه. ما هي؟ تعرف ام صندل؟ صندل؟ ياه تسمع به؟ تسمع به؟ ياه ذا الحين بعد تشوفه. ذا مصندل حق كل يوم يا سعد. خطرك يا بايكم. تعال تعال يا سعد. ما في. فين بايكم؟ بايكم وين حالي؟ تعال هنا اشاك في خباره. ها. انت ليش تمشي لهنا؟ خليك عندي. يلا. اي. فين بايكم؟ بايكم وين حالي؟ اشاك في خباره. يلا ما هي. تعرف يا سعد القمر اللي يطلع في السماء؟ ياك ما اعرفهش. ولا ما حد يعرفه؟ بتسك امه انت ما؟ بتهبل. انك اغلق مشافرك وزعل زعل زعل. اشاك في خباره. ما هي تعرف مقبرتك؟ اياك ما اعرفهش. ما حد يعرفها الا تمجهل لك يا بلصق امها البيابة. قمر ما حد يعرفه؟ تعرفه الا وعدك بسمه. انت مفسر اجتماعي. طيب يا سعد تعرف تاخم وردة حمراء مفتحة؟ يا اياك ما عرفها ولا حيدات عن قدام عيني بيجينا بها تسق امهم بنشر امه لما تعد. طيب يا سعد. انا ام يوم. طيب اشاك في خباره. ها. تعال هنا. تعال هنا كذا يا سعد. يا سعد. تعرف مصندل؟ كنت اسمع عليه وحيدات في التلفزيون.
جات حيدة للحين. تعرف ده السنتر حق كل يوم؟ يا عرفه. حده؟ يا. أعزائنا المشاهدين تابعنا سويا المشهد، كان مشهد جميل، يعني ما أقول لكم استمتعنا به صراحة. وأجمل ما أعجبني اللهجة التهامية، لهجة تهامية رائعة. والموضوع عن عقوق الوالدين، من الكبائر عقوق الوالدين. هذه رسالة لكل الناس اللي معاهم آباء وأمهات، انتبهوا، بروا بآبائكم. نهايتهم الصندل اللي ما يستاهل، قلبني الأخصاء الاجتماعي عندي واحد يقبل النصح، لكن مثل هذا ما ينفع معه إلا الصندل. أعزائنا المشاهدين نأتي إلى مرحلة الجوائز، في واحد فايز اليوم وفي واحد أقل منه في النسبة، لأنهم الاثنين مبدعين، ولو واحد كان يضحك شوي. أنا طبعا اللجنة رأت أن الفائز بالمركز الأول هو الفنان والممثل الصاعد إن شاء الله للساحة الفنية، الفنان والممثل أيسمك فيصل، 20,000 ريال. والمركز الثاني للممثل الصاعد أيسمك بشير، 10,000 ريال. تفضل. أعزائي المشاهدين حياكم الله في فقرة أنت السائل. طبعا فقرة خاصة هذه اليوم بحكم كبر سن الوالد اللي بيجيب لنا السؤال، تجاوزنا نوعا ما وخلينا اللي نسألهم يجوا لعنده، بدل ما نمشي لعندهم خليناهم يجوا لعنده بحكم كبر سنه. الوالد في الله يحسن ختامه. الوالد من؟ اسمك يا والد؟ حسين علي دوهي. حياك يا عم حسين، كيف حالك؟ الحمد لله. طبعا هو ثقيل السمع شوية، الله يحسن الختام. طيب احنا هو في فقرة انت السائل، نشتي منه سؤال يديه لنا الان بعدا نفهمه بقية الاسئلة. ما هو السؤال؟ ما هو الشيء اللي خلقه الله وانكره؟ ما الشيء اللي خلقه الله وانكره؟ ما هو الشيء الذي خلقه الله وانكره؟ شيء خلقه الله وأنكره. نص الآية. سؤال جميل. طب الآن يا والد هذه في رصيدك، خليها في يدك وما يفعل الآن، ما بيصنع. يصل الشبك. يصل الشبك. ما يصل من القرب. يعني قد خبرة عنده. أيوة خبرة من قديم. الرقعة. عمره يتجاوز 130 سنة. كم عمره؟ 130 سنة. ما شاء الله 130 سنة. الله يحسن الختام. طيب يا والد هذه في رصيدك 30,000، خليها في يدك. هذه الآن في رصيده. هنسأل الآن 6 أشخاص، أي واحد يجاوب ينقص منه 5,000، ما جاوبوش يبقى رصيده 30,000. إذا واحد جاوب على السؤال ينقص، ما جاوبش يبقى هو وافي. مستعد يا والد؟ تمام مستعد. يلا يلا نبدأ بالسؤال الأول، والشخص من هو؟ أستاذ كمال بيتعاون معي ويختلنا 6 أشخاص.